بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. هنا من الدوحة ومن قلب الحدث، بطولة فيفا انتر كونتيننتال ومشاركة الأهلي التاريخية. هنا يصنع النادي الأهلي التاريخ، هنا الحدث، هنا المواجهة المرتقبة على كأس التحدي، كأس فيفا للتحدي، في المواجهة التي ستجمع الأهلي بطل إفريقيا مع باتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف. كل الأمور هنا في قطر مهيئة لرؤية بطولة عالمية على أعلى مستوى، الترتيبات، الأمور اللوجستية، التنظيم، الإجراءات. وهنا قناة النادي الأهلي تصنع الحدث. منين؟ من سوق واقف هنا من أمام جميع الجاليات وجميع الجنسيات العربية والأجنبية والأوروبية، كل الناس هنا منتظرة هذه المباراة الهامة جدا. النهاردة بداية التغطية الخاصة ليلة المباراة لهذا الحدث الكبير والاستثنائي اللي بيجمع النادي الأهلي مع فريق باتشوكا المكسيكي، والذي نجح في الفوز على بوتافوجو البرازيلي في المباراة التي أقيمت في ضربة البداية قبل 48 ساعة. هنا قناة الأهلي والنادي الأهلي يصنعان الحدث من سوق واقف، السوق الشعبي اللي بيجمع كافة الجاليات العربية والجنسيات الأجنبية. الكل هنا يتجمع من أجل مشاهدة نادي القرن في إفريقيا غدا على ملعب 974 الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. احنا النهاردة بنجمع لحضراتكم مجموعة وكوكبة من الضيوف عشان نقربكم من الحدث، نعيشكم في قلب الدوحة وفي ملاعب المباريات وفي ملاعب التدريب وفي فندق الإقامة كافة التفاصيل. وهنشوف النهاردة أخبار جديدة مع ضيوف مميزين. أولا هنتكلم ونتحدث مع اللجنة المنظمة المحلية اللي بالتأكيد فيها كواليس كتيرة وتفاصيل كتيرة للتحضير لهذا الحدث الاستثنائي اللي غدا إن شاء الله هيشهد تواجد جياني إنفانتينو السويسري رئيس الاتحاد الدولي. كمان عندنا فقرة مهمة جدا مع أحد نجوم الكرة اللبنانية، ليه رؤية وليه نظرة مهمة جدا على النادي الأهلي، هيتكلم في رؤية تحليلية وفنية على النادي الأهلي. كمان دور الإعلام الرياضي، النهاردة معنا أحد النقاد الرياضيين، وأيضا هنتكلم مع رابطة مشجعي الأهلي في الدوحة اللي عاملين مجهود كبير جدا وبيحضروا لدخلات وتيفو وتفاصيل كثيرة. زي ما انتم شايفين في الخلفية من ورايا احنا هنا في بداية سوق واقف، وانا بقولها بقى باللهجة القطرية الجميلة عشان نبقى عايشين الحدث مع كل المشاهدين. قناة الأهلي بتجمع كل الجماهير المصرية وكل الجماهير العربية. النهاردة هنتابع كافة التفاصيل وكافة الكواليس وهنشوف كل الأخبار. عايز أطمنكم على الفريق، الأمور الحمد لله تسير بشكل جيد جدا في فندق الإقامة، الأمور هادئة. النهاردة في المران الرئيسي على ملعب 974 وجود الكابتن حسن حمدي، وجود الكابتن محمود الخطيب، وجود أعضاء مجلس الإدارة، الكل بلا استثناء متواجد لمؤازرة ومساندة فريق النادي الأهلي. هنتكلم على الفريق وهنتكلم عن الأخبار وهنتكلم عن تصريحات كولر وتصريحات الشناوي، تفاصيل مهمة جدا وتغطية تابعوها لأول مرة من قلب الدوحة رأسا من هنا عشان نصل إلى القاهرة بكافة التفاصيل والأخبار. ودور الجمهور أكيد مش هننساه، لأن النهاردة الجمهور ليه دور كبير جدا في فقرة مهمة جدا هنتكلم على كيف تستعد جماهير النادي الأهلي في صناعة الحدث هنا من الدوحة. الجميع بلا استثناء يتحدث عن شعبية الأهلي وجماهيريته، مدرب باتشوكا، مسؤول الاتحاد الدولي، اللجنة المنظمة المحلية. كل التفاصيل دي النهاردة هنشرحها لحضراتكم من خلال هذه التغطية الخاصة اللي بدأت في هذه اللحظات هنا من الدوحة.